أما هلا يا عفاف رح روح لأولى محطاتنا، ودائما كنا عم نحكي هيك أنا وأنت تحت الهواء قد ايه حلو دائما الواحد يبلش صباحه بصوت حلو بموهبة حلوة، خصوصا بهذا الوقت. دائما بشكل عام المواهب ببلدنا كثيرة، والأهم هو كيفية البحث عن هي المواهب وكيفية رعايتها، لأنه رعاية المواهب بعمر صغير ممكن تعطي نتائج جيدة جدا بعمر كبير، وخصوصا إذا كانت ضمن الاختصاصات وهي ما أنا مهمة سهلة أبدا. صحيح، لحتى نحكي أكثر عن هي المواهب اكتشافها قد بيكون له أهمية كتير كبيرة، وصارت هي الرعاية بالطريق الصحيح وعم تكون نتائجها كتير صحيحة ومثمرة على الفرد والمجتمع كمان، وقامت بدورها هي المؤسسات لحتى نعرف عن اكتشاف الموهبة أكثر منذ الصغر وتنميتها ودور المؤسسات الراعية. معنا اليوم المهندس منذر دريد شدود، وهو خبير رعاية أطفال ذوي الاضطراب والطفلة الصبية الحلوة الطفلة بتول، رائدة على مستوى محافظة حماة في الغناء. يسعد صباحكم. صباح النور. يسعد صباحكم. صباح المشاهدين الإخبارية السورية. يسعد صباحكم. خلينا نبلش مع حضرتك استاذ دريد، خلينا نحكي المهمة مانا سهلة أبدا، رعاية المواهب أو اكتشافها وتدريبها، وخصوصا بهذا الوقت وحضرتك عم تشتغل مع فئة جدا مهمة اللي هي ذوي الاضطراب. كيف بدأت بهذا الموضوع وكيف شايف الوضع هلا؟ هلا أول شيء مرة ثانية صباح الخير لجميع مشاهدي قناة الإخبارية السورية. فيما يتعلق بموضوع المواهب، آلية التعاطي مع المواهب، هلا نحن شق عملي أنا يحتوي على ملفين كثير يعني خلينا نقول صعبين. الملف الأول هو أنت عم تعطي اليوم مع حالة خاصة ذات اضطراب، قد تكون حالة توحدية أو حالة مرتبطة على سبيل المثال بمتلازمة الداون أو ما شابه ذلك. فنحن عم نروح هون أول شيء باتجاه الملف التأهيلي بالنسبة للطفل. الأمر الثاني لما عم تكتشفي مع هذا الطفل التوحدي أو مع هذا الطفل اللي عنده اضطراب من نوع ما، حالة معينة، حالة متميزة في مجال ما، بنروح على الملف الثاني لموضوع أنه كيف نحن ممكن نحتضن هاي الموهبة وكيف ننميها وكيف ممكن نحوله لحالة متميزة على مستوى بلد أو حتى على مستوى العالم. فيما يتعلق بموضوع الموهبة، نحن اليوم حاليا لقاءنا خارج إطار ذوي الاضطرابات، يعني الفكرة بفكرة نحن اليوم مجتمع في جيل طفولة كامل حقيقة في إشكال كتير كبير نتيجة الظروف اللي نحن عم نعيشها، سواء كانت الظروف السابقة هي ظروف الأعمال الإرهابية أو الظروف الحالية اللي هي تقع تحت مفهوم الضغط المعيشي. بالتالي اليوم أطفالنا بحاجة لاهتمام أكبر، بحاجة لرعاية أكبر، بحاجة لدعم نفسي أكبر، بهدف أنه برجع نقول نرجع جيل الطفولة إلى مساره الصحيح. ومثل ما بقول أنا بمعظم لقاءاتي وتواجدي بعدة أماكن، جيل المستقبل هو جيل القائد، فهذا القائد إذا ما عددناه اليوم بشكل سليم وصحيح يكون في عندنا مشكلة على مستوى القيادة. صحيح. جيل القادم اللي هو بده يقود المجتمع باتجاه عملية التقدم واللي عم تحصل اليوم بشكل لحظي، فكيف نحكي عن قضية تطور مجتمع كامل يعني. صحيح، يعني بالنهاية بيكون للأسرة هو الدور الأكبر بتنمية مواهب الطفل. خلينا نحكي عن أهمية دور الأسرة بتنمية مواهب الطفل. أول شيء الأسرة هي البيئة الحاضنة للطفل واللي بداخلها بتظهر الموهبة. دور الأب والأم دوماً هو دور أساسي وجوهري في قضية مو بس الموهبة، في قضية إدارة العملية التربوية بشكل عام، إدارة العملية التعليمية بشكل عام. فبالتالي لما بيكون في أب وأم ناضجين مثقفين واعين متعلمين، دوما الموهبة بتكون عندهم محط رحاب وقادرين على وضع برنامج كامل كأسرة بهدف أن يوجه الطفل باتجاه المسار الصحيح والسليم. طبعا دور الأسرة هو دور خلينا نقول صحيح جوهري، ولكن هو دور يتساعد مع جملة أدوار أخرى في المجتمع، المدرسة، الجامعة، المجتمع بشكل عام. واجب الأسرة بشكل طبيعي تأمن كل ما يعني يتطلبه عملية تنمية الموهبة، سواء كانت الموهبة في مجال علمي، في مجال فني، في مجال على سبيل المثال بقضايا أخرى رياضي إلى ما هنالك. الدعم دوما الأب والأم بالنسبة للأطفال هما مصدر القوة والقدوة، فبالتالي بيكون في دعم صحيح وتوجيه صحيح للطفل بالحتمة رح يقدم نتائج كتير متطورة بأي موهبة بيكون عم يشتغل عليها. أكيد. بتول خلينا نتعرف عليك أكثر، أنو صف وإمتى بلشتي بالغناء؟ أنا بالصف السادس، نجحت على الصف السابع. أنا الرفيقة الطليعية بتول شدود، بغني. بغني. طب سمعينا شي غني. يلا. لا 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 لا
والصبي شوي شوي وصلت على ساحة ميسرين وانقطعت فيها العربي آخر أيام الصيفي والصبي شوي شوي وصلت على ساحة ميسرين وانقطعت فيها العربي آخر أيام المشاوير في غيمي زرقاء وبرد كتير آخر أيام المشاوير في غيمي زرقاء وبرد كتير وحدي منسيك بساحة رمادي أنا والليل وغني آخر أيام الصيفي والصبي شوي شوي وصلت على ساحة ميسرين وانقطعت فيها العربي تأخرنا وشو طالع بالإيد حبيبي وسبقتنا المواعيد تأخرنا وشو طالع بالإيد حبيبي وسبقتنا المواعيد أنا لو فيك زورك بعيني وعمره ما تمشي العربي آخر أيام الصيفي والصبي شوي شوي وصلت على ساحة ميسرين وانقطعت فيها العربي ما شاء الله الله يحميك ويحمي هالصوت يا بتول خلينا نعرف منك كيف تم تطوير كيف حسيتي حالك أنت تطورتي بالغناء وكيف تمت مشاركتك بالرواد هلا أنا طورت حالي لأنه دربت حالي منيح ولما أنه كنت حابة شارك بالرواد الرياضيات فقالت لي آنستي أنه أنت طلعي على رواد الغناء لأنه صوتك كتير حلو وأنا متأكدة أنه رح تفوزي وشجعتني فتشجعت ورحت على مصياف قدمت الرواد ورحت على حما وقدمت الرواد وهلا الحمد لله نجحت بس بحما شوي صار مشاكل وما حالفني الحظ لانجح ان شاء الله المره الجايه بتشاركي وبتنجحي وخلينا نرجع لعندك استاذ دريد اهميه رعايه ودعم الموهوبين اليوم ويمكن اهم الوسائل اللي عم تتبعوها حاليا لتوفير الرعايه للمواهب أنسي لك شغلة أول شيء لما نعرف شو معنى كلمة الموهبة بينطلق جواب السؤال من هذا المعنى الموهبة اليوم أو الموهوب هو اسم نتج من فعل حسب معاجم العربية من فعل وهب ووهب وأعطى شيء بدون مقابل فالطفل الموهوب معتاد أنه يقدم إن كان صوت إن كان رسم إن كان أي مجال ما نناطر رد جميل ولا ناطر ثمن للعطاء اللي عم بيقدمه لما بقول طفل موهوب فأنا عم بحكي عن حالة خاصة خلينا نقول إبداعية ما يتفوق فيها الطفل على أقرانه أوكي سواء كانت على صعيد التفكير الإبداعي سواء كانت على النشاط العقلي سواء كانت على أي مجال بدنا إياه فبالتالي نحن طبيعة الأطفال لهم حساسية خاصة الفرق وين الطفل الموهوب اليوم إذا ما في دعم ما نقادر يطور موهبته بعكس البالغ أو بعكس خلينا نقول اللي دخل بمرحلة المراهقة اللي دخل مرحلة المراهقة عنده قدرة ذاتية على تطوير المهارة على تطوير الموهبة وبالتالي تحويلها لجانب احترافي بالمستقبل لما طفل الموهوب اليوم فقط يمتلك موهبته امتلاك الوسائل الأخرى هي واجبنا كأب واجبنا كمدرسة واجبنا كمجتمع بهدف نوصل الطفل لمرحلة التطوير الذاتي لهيك أنا يعني اللي عم نحكيه بقضية تنمية المواهب كل واحد فينا اليوم له دور حضرتك انت اليوم بمنبرك الاعلامي لك دور اليوم استضافة بتول عن طريق قناة الإخبارية معناتها في دور اعلامي حقيقي في موضوع التحدث والاشاره وتسليط الضوء على المواهب الموجوده في المجتمع السوري يعني هي اختصار للجواب خلينا حكينا عن أهمية دور المدرسة هلا بنحكي لسه أكثر ودور الأهل خلينا نحكي عن دور المجتمع بتطوير أو بمساعدة الموهوبين لحتى يقدروا يطوروا من حالهم هلا دور المجتمع اليوم مرتبط عمليا بدور نظام مؤسساتي كامل يعني عم نحكي عن أطفال فمرتبط الموضوع بوزارة التربية مرتبط اليوم بمنظمات منظمة طلع البعث مرتبط بوزارة الشؤون بوزارة الثقافة فهو مجهود مؤسساتي جمعي وتراكمي مقصود لما انا باسس مراكز تاهيل طفوله ورعايه مواهب على مستوى البلد طبعا هي وحصرا هي المراكز بتكون تحت اشراف الوزارات المختصه طبعا انا هون ما عم بحكي عن مراكز خاصه عم بحكي عن مراكز دعم حكومي فاول شيء بكون في المجتمع حتى فعلا يتبنى هي المواهب
لازم يأسس بنى تحتية على الصعيد مراكز، على الصعيد مؤسسات تتبنى هاي الأطفال كلهم حسب اختصاصه. الأمر الثاني الدور المجتمعي أو دور المؤسسات بموضوع خلينا نقول تصدير مواهبنا لخارج القطر، وهذا التصدير احنا متذكر الطفلة راح اسمها مبالي اللي غنت بإيطاليا من حوالي أكثر من 15 سنة، كان في مجهود كبير من مؤسساتنا أنه تصدر هذا الصوت وتصدرت هاي الموهبة. اليوم الموهبة هي خلينا نقول علم يدل على ماهية البلد، يدل على ماهية المجتمع، على ثقافة المجتمع، فبالتالي تصدير الموهبة أيضا أمر هام. نقطة ثالثة كتير مهمة هو نشر الثقافة المجتمعية، يعني كمان دور المؤسسات اليوم في نشر ثقافة مجتمعية تتعلق بموضوع تبني المواهب. نحن مجتمعات ممكن تكون اليوم موهبة الغناء شوي حساسة عن بعض خلينا نقول المجتمعات، في قضايا أخرى قد تكون حساسة، فبالتالي نحن بننشر أنه ثقافة تنمية الموهبة وتبنيها أنا بحول كتلة المجتمع ل خلينا نقول دينامو ممكن يساعد ككتلة كاملة بموضوع تبني المواهب وتقدمها بالمستقبل. طيب خلينا نرجع لعندك بتول، احكي لنا شوي عن المشاركة أكثر، قديش كان في عدد معك من المشاركين، وخصوصا يمكن هي يمكن من كل المحافظات بتتجمعوا بهذا الموضوع، كيف كانت التجربة بحد ذاتها؟ هلا كان في عدد طلاب كتير انه ما يشاركوا ومبسوطين، ونحنا انه كمان كنا مبسوطين، وكنت مبسوطه لانه متاكده انه راح فوز، ف انه تشجعت وقدمنا وانبسطنا و لمين تسمعي اكثر شيء بتقول؟ بسمع لفيروز وماجد الرومي. شو حابه تسمعينا كمان شيء ثاني؟ احكي لي لفيروز. يلا احكي لي احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابلي، عن اهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. خبرني إن كان بعده بيذكرني ببلدي وعالسهرة ناطرني، خبرني إن كان بعده بيذكرني ببلدي وعالسهرة ناطرني، ساعات الفرح القليلة حبيبي احكيلي. يسلم هالصوت. خلينا نحكي كمان عن رعاية بتول، يعني أهم شيء كمان تدريب الأطفال والمواهب والاستمرار فيها. هل بلشت تأخذ دروس أكثر بالنوتة، بالموسيقى، بالغناء؟ مين عم بيهتم فيها؟ نحن الموهبة عمليا كن صريح بلش دعمها خلينا نقول أكاديميا من حوالي تقريبا 6 شهور. طبعا في مدرسين سولفيج، مدرسين موسيقى عم يتبنوا بتول وعم يشتغلوا معه. في راي يعني سمعته من السيد نقيب فنانين حما، كثير كان متشجع على صوت بتول واعتبره من الاصوات الاوبيراليه اللي اذا ممكن يشتغل عليها ممكن تعطي نتائج مذهله في المستقبل، فبالتالي في ناس عم تشتغل متبناي الصوت وعم تحاول قدر الامكان تقدم كل مساعده ممكن لبتول ان شاء الله. أكيد بدنا نتمنى لك التوفيق يا بتول ولحضرتك، يعني اليوم الأطفال كتير بحاجة لحدا يدعم مواهبهم لحتى ينمو ويكبروا، ما بينسى يعني هي متذكرة هلأ بداياتها أنستا أول حدا شجعها وقال لها صوتك حلو. بتول شو بتحسي في صعوبات أنت واجهتيها أو كنتي مالك حابة أنه تصير معك؟ هلأ أنه ما في كتير، أنه ما في معاهد متخصصة بالغناء، وأنه الأساتذة أنه بيدربوا بس أنه مو مثل لما بيكون عندهم الآلات وبيكونوا بيوجهوك منيح. أكيد. خلينا نحكي كمان اليوم أستاذ دوريد، وسائل الرعاية جدا مهمة مثل ما قالت بتول لحتى تكون متوفرة بظل هاي الظروف اللي عم عايش فيها. يمكن بعض المعاهد الحكومية شوي بتلاقي صعوبة بتوفر المواد، كيف عم بتحاولوا تسدوا هاي الثغرات؟ هل في مثلا تبرع احيانا من المجتمع المحلي ببعض المحافظات لدعم هاي المواهب؟ هلا بالنسبه لقضايا الاضطراب اكيد في مجتمع كامل يقف خلف توجيه وتأهيل الاضطرابات،
أما بالنسبة للمواهب لا، هو اجتهاد ذاتي شخصي. يعني أنا أتمنى في الحقيقة أنه ضم لمجال عملي أين أيضا موضوع رعاية المواهب. يعني أنا بتمنى ضمن شغلنا ضمن مركزنا أنه يكون في عنا قسم متخصص برعاية المواهب. فبالنسبة لبتول وغير بتول لا، هو الاجتهاد شخصي قائم على مجهود الأسرة بشكل كامل. وحتى نكون دقيقين وصريحين أكثر، يعني اليوم ما في أي دعم حتى على الصعيد الحكومي بهذا الموضوع. موضوع رعاية الموهبة أو تقديم الموهبة ما في أي دعم بهذا الموضوع. فهو نظام تدريب خاص عن مدرسين عندهم أدواتهم عندهم مستلزماتهم عم يشتغلوا فيها مع الأطفال. بتول شو أكثر غنية أثرت فيكي؟ كان لها طابع خاص عندك أو كمان تكوني هي اللي نجحتي فيها بالمسابقة؟ غنية تحكي لي لفيروز اللي سمعتينا إياها. طيب خلينا نسمع غنية كمان. شوف شو شوف يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف، لا بدي ترضيني ولا بدي تحكيني، لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني، انساني 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 انساني، اعمل معروف انا اعتزلت الغرام اعتزلت الغرام، يوم الحبك جنني يوم الحبك جنني، انا 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 اعتزلت الغرام، انا حتى بالمنام طيفك رح يبعد عني، ويمكن بكره الايام من دونك بتصالحني، لا بدي ترضيني ولا بدي تحكيني، لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني، انساني 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 انساني، اعمل معروف. يسلم هالتم يا بتول. دائما سلمى ملاحظ اغلب المواهب بلاقوا صعوبه بين توفيق بين موهبتهم والدراسه. صحيح. كيف كان دراستك؟ شو بتحسي حالك انه اكثر شيء اخذ اهتمامك بالغناء ولا بدراستك اكثر؟ هلا دراستي تمام، وانا هلا هو دائما الدراسي اول والموهبه الثانيه. فانا بهتم بدراستي وبمارس موهبتي. بس كون مخلصه، يعني لازم بمارس موهبتي بس بتكون الدراسي يعني هي الاساس. هي الاساس. طيب مفكره تكملي بالغناء يعني تدخلي معهد مثلا بس تكبري او شيء، ولا لا ببالك انه انا بدي ادرس او اختص بفرع ثاني ما له علاقه، هي الغناء تضل موهبه؟ شو مفكره؟ هلا انا حابه ادرس طب، يعني طب عيون، يعني هي يعتبر دراسي، اما هي موهبه يعني فيني مارسها ايمت ما بدي. يعني ما بتفكري بالايام انه مثلا تعملي غنيه خاصه فيكي، تعملي شيء خاص لإليك؟ ايه، انه بحب يكون الي اغاني خاصه الكل يسمع. بس الدراسه بالاولويه؟ نعم. حدا من اهلك قال لك انه لازم الدراسه بالاول، ولا هذا التفكير من عندك؟ أهلي دائماً بيقولوا لي هيك، لأنه لازم ندرس منيح مشان نتفوق. براو. أكيد أكيد. طيب أستاذ دوريت، خلينا نحكي شوي اليوم عن كمان دور الأسرة، يعني دائماً هي الداعم الأساسي والأول لأي موهبة، وأهمية هذا الشيء، ويعني خلينا نقول هذا نهج، يعني اليوم أول حدا بيكتشف بالبيت أنه في شيء هذا الطفل عنده شيء مميز هو الأهل. صحيح. ليكي هلا اليوم كلمة برافو، كلمة أحسنت، كلمة أنا مبسوط بالشيء اللي عم تعمله، أكبر كلمة وأجمل كلمة وأقوى كلمة ممكن تسبب دعم لطفل أو تكون نتيجة دعم لطفل، كلمة ممكن يطلقها أب أو أم. تمام؟ أحياناً ما بيكون الدعم بمجرد بس توفير الأدوات الموهبة. الطفل شخص حساس، كائن حساس، الطفل بيعرف مين بيحبه وبيعرف مين بيدعمه. حتى اللي عم بيمثل عليه قضية الدعم، الطفل بيعرف انه هذا الشخص عم يمثل عليه قضية الدعم وقضية المحبة او ما شابه ذلك. اليوم الأسرة، قبل ما اقول تبني مادي، خلينا نحكي مفهوم التبني المعنوي. اليوم المجهود الأسروي لما بيكون بيحس الطفل انه فعلا واقف معه، وكأنه هي القضية قضية، يعني كيف بدي اقول لك، خوض معركة،
كلياتنا معك بهي المعركة. اليوم إبراز الموهبة في حقيقة هي حالة معركة. هلا ما تسألني ليش معركة، لأنه في حديث ما بدنا نفوت فيه. هي قضية معركة بظل الظروف اليوم موجودة. برجع بأكد الدعم المعنوي بالنسبة للأهل جدا 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 هام. كلمة برافو ممكن تعمل كتير إنجازات. أكيد. خلصنا سلمان، بدنا نشكرهم أكيد، نشكر ضيوفنا ونتمنى لهم التوفيق. شكرا كتير لوجودكم معنا. شكرا كتير لوجودكم معنا، وأهلا وسهلا فيك يا بتول وحضرتك.